سجاير دلوقتي اول امبارح يوم 17 النهارده 19 اول امبارح كان في اخبار بشكل مباشر بتقول انه فيليب موريس الشركه المنتجه للسجاير بقى الميريت ومارلبورو والمجموعه دي يعني والال ام قالوا ان هم عملوا قائمه زياده لكن تراجعوا في قائمه الزياده وما طبقوهاش. الكلام ده كان من 48 ساعه، الكلام ده كان يوم 17 يوليو اول امبارح. النهارده الاخبار بتقول انه لا القايمه دي الزياده بتاعتها هتطبق، يعني الميريت ومارلبورو والمارلبورو كرافت، انا ما كنتش اعرف مارلبورو كرافت دي الشباب قالوا لي عليها، ال ام والهيتس التبغ المسخن ده تبعنا بقى تمام. بالمناسبه انا كنت بسال على موضوع الهيتس ده اول امبارح في المحطه قالوا لي هو اتسحب كله يا استاذ شريف، فطلع هم عندهم حق مع انه الهيتس ده في انواع سجاير زادت من حوالي شهر ونص ولا حاجه. المهم انه دي قائمه الاسعار. طب هل قائمه الاسعار دي ليه زادت واحنا كان لسه في زياده قريب؟ يعني مش قادر افتكر بالظبط، بس الزياده دي كانت حوالي من شهرين تهيألي يعني على الاكثر. فليه الزياده دي الجديده دي حصلت؟ وهل الزياده الجديده دي زادت 5 جنيه؟ السجاير الميريت بكل انواعها زادت 5 جنيه، المارلبورو بكل انواعه زاد قد ايه؟ كاتبين جنيهات بس حضراتكم مش كاتبين اهو، ده البوكس ده انتوا نقلنا على المحلي، الشباب في الاستوديو قرروا ان هم ينقلوا على المحلي تمام. البوكس وكيلوباترا وكيلوباترا السوفت كل انواع السجاير دي زادت البوكس من 10 جنيه ل 15 جنيه، يعني دي تعتبر زياده 50%. كيلوباترا كينج سايز من 20 بقت 23، من 20 ل 24، احنا بنتكلم في متوسط 5 جنيه تقريبا يعني زياده السجاير. الكلام ده دلوقتي حالا، دي اخر قائمه. اخر زياده الزملاء دلوقتي قالوا لي انه اخر زياده كانت في شهر مارس اللي فات. ايه اللي بيحصل بقى في السجاير؟ وخصوصا انه المدخنون بيقولوا كمان انه اساسا هي السجاير مش موجوده في الشارع، يعني مش موجوده في المحلات ولا في الكشاك ولا في اي حته بتبيع سجاير. معانا على التليفون الاستاذ هاني امان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشرقيه طبعا للدخان ايستن كومباني. برحب بحضرتك معانا يا فندم. الو الو سامعني؟ ايوه انا سامعك كويس، مع حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخر زياده كانت امتى؟ اخر زياده في الشركه الشرقيه كانت في شهر مارس اللي فات. شهر مارس اللي فات كل سجايرنا ب 24 جنيه سعر رسمي، وعلى الكيو ار كود اللي مكتوب على العلبه اي حد يقدر يخش عليها يتاكد بنفس السعر، واحنا ما زودناش السعر من يومين. في اسعار زياده نزلت النهارده او امبارح؟ دي شركه فيليب موريس النهارده نزلت زياده جديده فعلا، ودي من 3 ل 5 جنيه وعلى كل العلب بتاعتها. طبعا دي الشركه الاخرى، شركه فيليب موريس يعني. ما انا فاهم، مش تبعنا. بالنسبه للسجاير المحلي بتاعتنا كيلوباترا سعرنا لحد دلوقتي واحنا بنتكلم سعرنا ثابت، هو 24 جنيه لكل منتجاتنا تقريبا. طب ايه اللي مخلي علبه السجاير كيلوباترا دلوقتي ب 40 جنيه ل 60 جنيه وسعرها 15 جنيه؟ لا ما اسمهاش 60 جنيه. نعم؟ اللي ب 15 جنيه دي، اللي ب 15 جنيه دي العلبه العشرات. هطلعه لك على الهوا اللي اشتراها ب 60 جنيه. لا اللي اشتراها ب 60 جنيه ده يجي يكلمني بسرعه اعرف دي راحت فين. طيب وال 40 معقول طيب يعني؟ لا يا فندم مش معقول. طيب هو في حاجه غريبه مش مفهومه قوي، احنا متعودين في كل سنه في شهر 6 مع الزياده الضريبيه مع السنه الماليه الجديده انه بيحصل التجار بيتوقعوا انه في زياده ضريبيه فبيروحوا مظبطين نفسهم فبيزودوا بيخزنوا البضاعه. وبالتالي بيحصل برضو انه بعض المستهلكين بيبداوا كمان في الاوضاع الاقتصاديه اللي زي اللي احنا فيها ديت بيبداوا يزودوا استهلاكهم، بمعنى ان هم بيطلبوا البضاعه الزياده. اللي بيشرب علبه النهارده بيقول لك انا مش هيمكن ما الاقيهاش، هاخد لي اربع علب او هاخد لي خرطوشه. اللي بيشتري خرطوشه يقول لك هجيب لي خرطوشتين واخليهم. ففي نوع من الطلب الزياده اللي حاصل بناء على الاوضاع الاقتصاديه اللي موجوده، وده متزامن مع تصرفات التجار اللي هم متوقعين ان في زياده فبيخزنوا، ما بينزلوش كل حاجه للسوق منتظرين الزياده تحصل. الاثنين عملوا مع بعض، احنا دايما بنشوف الحركه دي بتحصل، لكن السنه دي الحقيقه
هي زياده شويه عن الطبيعي. زياده بشكل كبير، يعني لما تبقى علبه السجاير ب 15 جنيه وتتباع او يقول لي انها موجوده ب 40 جنيه ولا ب 30 جنيه ولا ب 15 جنيه، لا مش ممكن تكون ب 40، لا ال 15 جنيه دي علبه 10 سجاير فقط. احنا نتكلم، خلينا نتكلم على العلبه الاساسيه اللي هي ال 20 سيجاره اللي ب 24، هي دي اللي زادت فعلا، وصلت لارقام كبيره فعلا. طب موضوع زي ده هيتحل ازاي؟ يعني شعبه الدخان هي المسؤوله عنه يعني؟ لا، هو الحقيقه مش شعبه الدخان، هو احنا يبدو انه فعلا كان في زي ما ابراهيم بيلي كان دايما بيقول في كل البرامج انه كان في ايوه كان معانا زياده ضريبيه، وانها دي كانت لازم تحصل، وعدم حدوثها اجل يعني طول المده اللي حصل فيها الكلام دوت. احنا الحقيقه في قريب قوي في اجراءات جديده بناخدها غالبا هتقضي، مش هتقضي لكن هتخفف تماما هذه الموضوع بطريقه جيده ان شاء الله. ايه هي بقى؟ خلينا احنا ان شاء الله بناخد اجراءات وبنقضي عليها موافقه مجلس الاداره، وان شاء الله هيكون لا اجراءات دي يعني في تعاملك في توزيع السجاير، في تعاملك مع الموزعين وعلى التجار، ولا اجراءات ايه بالظبط؟ يعني بالظبط كده، اللي هي بتضمن توفر المنتج بطريقه منتظمه في كل مكان. فما ينفعش حد يشيله ولا يخزنه؟ بحيث ان احنا نقضي على عمليه التخزين دي على قد ما نقدر. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الاستاذ هاني امان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشرقيه للدخان، شكرا جزيلا. ومعانا